في معلومات دقيقة جدا صدرت عن صحيفة الأنباء اللي اعتمدت على مصادر رفيعة المستوى أنه قرار اتخذ منذ ساعات لإعادة فتح الطرقات وعودة الحياة إلى طبيعتها مع حفظ حق الحراك الشعبي في التظاهر والاعتصام في الأماكن وفي كل الساحات بما لا يتضارب مع الدستور اللبناني الذي يكفل حرية التعبير. وقال المصدر إن القيادات السياسية الرسمية هون الخطير، أوعزت إلى المؤسسات العسكرية، لا مش هون الخطير، والأمنية كل في اختصاصها إعادة فتح الطرقات ومنع إعادة إقفالها، لأن ما يحصل لم يعد تعبيرا سلميا يكفله الدستور، إنما عصيان وتمرد وحجز لحريات الآخرين الذين لم ينزلوا إلى الشوارع. كشفت المصادر الرسمية أنه ابتداء من صباح اليوم، يعني بعد ساعتين، ستباشر القوى العسكرية والأمنية ووفق خطة سلمية إعادة فتح الطرقات مع التمني على المواطنين والمتظاهرين التعاون وتسهيل إعادة وصل مفاصل الوطن، وإن هذا الإجراء لن يطال الساحات العامة بحيث تتكفل القوى المسلحة وفي طليعتها الجيش اللبناني حماية المتظاهرين اللبنانيين وحقهم في التعبير. وأشار المصدر إلى أن هناك ممارسات خطيرة سجلت في اليومين الأخيرين، هون الخبر الخطير، تنم عن جنوح ميليشياوي في مناطق محددة من خلال إقامة حواجز وتدقيق بالهويات، رجعونا لأيام الحرب، وصولا إلى فرض قوات، وهذا الأمر اعتبر تجاوزا لكل الخطوط وأعاد الناس إلى مناخات الحرب الأهلية أو الحرب المذهبية، الأمر الذي لن تقبل به الدولة اللبنانية. وأعطى المصدر مثالا حيا على دخول طوابير فتنة على الخط، تبين أن 8 منهم فلسطينيون من اللاجئين الفلسطينيين، كما أن الذين عمدوا إلى قطع طريق الأوزاعي عند المدخل الجنوبي لبيروت بيّن أنهم من النازحين السوريين، وعثر بحوزتهم على مفاتيح سيارات مزدوجة الفتح والأقفال، إذ بشروا بتحطيم سيارات ومحاولة سرقة سيارات أخرى ناهيك عن الذي يحصل فيما كان يعرف في المناطق الشرقية في بيروت لجهة تحضير الأرضية لصدام حتمي لن تسمح السلطة بحصوله. إذا بدأت وزيرة الداخلية مع قيادة الجيش مع الجهات حفظ أمن البلاد. على كل حال ما لازم نستغرب أن يكون هنالك دخلاء من فلسطينيين أو سوريين أو غيرهم، يمكن يجينا أثيوبيين للقضاء على هذه الثورة السلمية، ثورة الشعب المحق. وعلينا أنا منكم وفيكم أن نتجاوب مع هذه الإجراءات، لأن ما بعتقد أنه نحن ثورتنا ضد الجيش اللبناني ولا ضد وزيرة الداخلية اللي أخذت موقف مبارح كان رائع فعلا، ولازم نخاف، ما في شيء سري، كنا خايفين من تدخلات لضرب التظاهرات، وهذا الشيء صار بتقارير مفصلة ومبينة. أنا دايما ما بصدق الأخبار إلا ما أتأكد منها ومن مصادرها، لازم ننتبه ونترك شأن الأمن على المختصين ونحملهم المسؤولية. إذا لازم نتعاون مع الأمن مع الجيش اللبناني إلا إذا تعرض لنا، إلا إذا تعرض لنا. خلينا ننتبه كتير اليوم وبكرة وبعده لتنتصر الثورة. من الله رعد، عاش لبنان. خلي عينك على الجرس.